باسم حضرتك؟ أنا اسمي أحمد مصطفى عبدو، والشهرة بتاعتي أحمد زعيطر، بكالوريوس إعلام وماجستير في الاقتصاد والعلوم السياسية. الحمد لله رب العالمين. تمام، احنا مجموعة شباب كبيرة جدا، وعندنا يعني تحالفات كبيرة، وكنا من 25 يناير و30 يونيو كنا بنبحث دائما على ازاي ان احنا نقدر نخدم بلدنا، وبنحاول بقدر المستطاع ان احنا نشوف رؤية تكون واضحة. احنا يهمنا في المقام الاول ازاي نهاية بلدنا تكون في مأمن، ازاي الشباب بتاعنا يكون عنده وعي ويكون عنده ادراك ويكون عنده المام بمجريات الاحداث اللي بتمر بيها البلد، مش بلدنا بس وانما الدول العربية كلها. احنا شايفين اللي بيحصل في سوريا واللي بيحصل في العراق واللي بيحصل في ليبيا، وازاي الخطر محيط بمصر كاملا. يعني العمل الميداني اللي موجود اللي احنا اتربينا عليه ونشأنا عليه، وفعلا دي انا بقول ان دي هبة من ربنا سبحانه وتعالى ان يوضع عندك حتة خدمة الناس، لان ربنا سبحانه وتعالى له جنود اختصهم في الارض لقضاء حوائج الناس. فاحنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا زي ما تربينا وزي ما تربينا على حب البلد دي والوطنية بتاعتنا، بنعلم الشباب بتاعنا وبنحاول بقدر المستطاع ان احنا نزرع في قلوب الشباب امل بكره بامر رحمه ان شاء الله. عندما علمت بهذه الدوره بالفعل جيت وحضرت الانترفيو، ويعني عايز اقول لحضرتك يعني انا كنت قلت يعني والله جت ما جاتش ما فيش مشكله، احنا كده كده شغالين وكده كده بنخدم البلد فاحنا مش محتاجين حاجه. لكن بمنتهى الامانه ما كنتش اعرف دكتور احمد ابراهيم شريف، ما فعلا بمنتهى الامانه انا ما اعرفوش خالص، ولكن التقيت بيه في هذا اللقاء ورأيت انه بيتكلم معايا في امور دقيقة جدا. يعني دخل معايا في سؤال في سد النهضة، ودخل معايا في سؤال في طب ايه رأيك في السنغال، لما عرف ان انا اريد دارس في الشؤون الافريقية او مهتم بالشؤون الافريقية، مع ان انا كنت متوقع ان هو هيسألني على التعامل مع الاحزاب والتعامل مع المحافظة والتعامل مع الجهاز التنفيذي. لكن انا قلت خلاص انا مش هقدر، يعني ممكن يكونش ليا حظ، لكن فوجئت ان هم فعلا اتصلوا بيا وقالوا لي تعالى انت الحمد لله قابلت في هذه الدوره. انا شايف ان هي فعلا بمنتهى الامانه ممكن يكون فيها حياديه وفيها شفافيه كويس، لكن اللي عايز اكد عليه وهو حاجه واحده بس، ان بالعلم والمال تبني الامم حضرتها، مش بالعلم بس ولا بالمال بس. يعني على مدار 30 سنه فاتت الشباب المصري اتجرف العقول بتاعته واتجرف الثقافات بتاعته واتجرفت المعتقدات بتاعته، لدرجه النهارده انت لما كنت تتكلم سابقا، مش النهارده، لما كنت تتكلم مع اي شاب يقول لك انا عايز اسافر، يا عم مصر ايه؟ النهارده اعتقد من وجهه نظري وجود القدوه بالنسبه له، يعني وجود رئيس يعني رئيس عبد الفتاح السيسي، الراجل بيتكلم عن الاخلاق، والراجل بيتكلم عن القدوه، بيتكلم على السلوك في الشارع، بيتكلم على الاستثمار، بيتكلم على النهضه في مصر، بيتكلم على يعني بيتكلم ان احنا نقوم من سلوكياتنا، بيتكلم على ما سابش صغيره ولا كبيره الا ما بيتحدث عليها. سافر الصين وسافر المانيا وسافر الخليج. طيب احنا دورنا كشباب هل هنقف نتفرج؟ مش ممكن. اعتقد من وجهه نظري الشباب المصري العظيم الوطني، اعتقد من وجهه نظري حفاظا على مصر، حفاظا على بيته، وحفاظا على امه وعيرته، وحفاظا على كيان الدوله دي، اعتقد ان هو لازم يضحي بنفسه اكتر من اي شيء.